السلام عليكم ورحمة الله. Hello everybody, we'll continue our course and today we will talk about hereditary spherocytosis. Introduction. Hereditary spherocytosis is a congenital hereditary hemolytic disorder characterized by an inherited defect in red blood cells membrane cytoskeleton lead to formation of spheric or spherical red cells. Spherocytes being less deformable than normal red cells. Why? Because it is simply because it is like a ball, زي كورة, and trapped and destroyed in the spleen. يحصلها trapping لما تيجي في ال splenic sinusoids وال splenic cords يحصلها trapping لأنه عندها less flexibility, not flexible. نحن عارفين إنه red blood cells الflexibility بتاعتها أو البايكونكيف شيب بتاعها بخليها إنها الديامتر بتاعها about 7 to 8 micrometer لكن can pass through capillary الديامتر بتاعها about 3 or 3.5 فلأنها هشنو flexible لكن لما تكون spherical it will not be flexible. طيب spherocyte being less deformable أو less flexible than normal cells ويحصل لها trapping and destroy في السبلين وده الباثولوجي بتاع الهيريديتري سيروسايتوز إنه في extra vascular hemolysis في السبلين وبعد ذلك كل الحاجات اللي بتحصل في الـ في الـ في الديزيز is a consequences of this splenic hemolysis. Spherocytes are reduced, have a reduced surface area to volume ratio and osmotically fragile. That is because spherocytes بيحصل decrease في surface area وبيكون في الفوليوم ثابت فبنلقى انه الريشيو بين السيرفيس اريا والفوليوم حصل فيها تشينج بالتالي بنلقى عشان كده بنلقى الام سي اتش سي از فيري هاي المين كوربوسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن بيكون فيري هاي واي لانه الفوليوم بتاع الريد بلس بتاع الريد بلس سيلز از كونستانت لكن السيرفيس اريا اللي هي ريبريزنتد باي ذا ممبرين بيحصل ليها ديكريز من الممبرين ونحن عارفين انه الام اتش سي اتش سي هو concentration على volume. طيب نشوف المود اوف انهيريدنس. المود اوف انهيريدنس الهيريديتري سيروسايتوزيس is mainly inherited as autosomal dominant. Only one gene can lead to the disease. However, في other mood of inheritance rarely it can be autosomal recessive. طيب it occurs in all races. However, it has high prevalence في Northern Europe. And Northern European people عندهم high prevalence. A ratio بتكون one affected person in each 5,000 normal births. طيب الإيتيولوجي. نحن عارفين إنه الاستابيليتي هو البايوكونكيف شيب بتاع الريد بلس سيلز هو due to the integrity of the cell membrane. والسيل ممبرين اللي بديه الـ specific shape بتاعه هو cytoskeleton protein اللي هي قاعدة penis the membrane. تحت الممبرين عندنا هيكل اسمه cytoskeleton protein ده بيمسك لنا الممبرين وبديه الباي-concave shape. طيب نشوف البروتينز اللي هي اللي هي مين اللي بتدينا الشيب او بتاثر في الشيب بتاع الار بي سيز اللي هي السبكترين ذا موست كومن الالفا وبيتا تشين بتاعته هو هيترودايمر بتكون من ضفيرتين واحده الفا وواحده بيتا حاصل لهم شنو حاصل لهم اسوسيشن مع بعض عندنا ثاني بروتين اسمه الانكايرين عندنا ترانس ممبرين البروتين اسمه بانسرين بعدك عندنا بروتين 4.2 و 4.1 وأزر بروتين لكن mainly الديفكت بيكون في الاسبكترين بعديه ممكن يكون في شنو في الانكايرين طبعا الديفكت في الاسبكترين في الغالب بيكون ده الاوتوسومال دومينانت دي الكلاسيك هيريديتري سفيروسايتوزيس ديزيز. طيب الباثوجينيسيس نورمالي البايو ليبيد الليبيد باي لير اوف ذا ريد بلاد سيل ممبرين از انكرد to the underlying skeleton by two major linkages. نحن عارفين انه الممبرين ممكن نتخيله الباي ليبيد ممبرين ممكن نتخيله زي الخيمه.
الخيمة في الأخير بتاخد شكل الهيكل الحديدي اللي هو قاعد أسفل الخيمة. هنا ذا سيم, هنا عندنا الليميت بايلير ممبرين مثبت بسيتوسكيلتون بروتين, واللينكج بيكون بطريقتين. أول فرس لينك انفولف الانتراكشن اوف انكايرين ويز سبكترين في السكيلتون مع بانسري. البانسري ده ترانس ممبرين البروتين, يعني شنو؟ يعني راكب في الليميت بايلير. طيب عندنا الاسبكترين ماسك في الانكايري, ماسك لنا في البانسري. ده الاتاشمنت الاول. ده لو يتأثر, شايفين هنا, هنا عندنا ده التو ستراند التحت ديل, ده الالفا وبيتا اسبكترين العامل زي اللون جراي ديل. كويس, هنا عندنا الانكايرين, ذيس از انكايرين. طوالي فوق عندنا هنا شنو؟ ترانس ممبرين البروتين, هو شنو؟ بانسري. عندنا ده الاسوسيشن الاول, اسبكترين انكايرين بانسري. طيب نشوف الاسوسيشن الثاني, ذا سكند اتاتشمنت بتوين ذا سكيليتون باي لير از بروفايدد باي جلاكو فورين سي وبروتين 4.1. شايفين هنا بيجاي جلاكو فورين سي جي بي سي هوندا وبروتين 4.1 برضو ماسك معه الاسبكترين جاي ماسك فيه. فده التو اسوسيشن, لانه احنا عارفين المين سايتوسكيلتون بروتين بريفرال, بسموه بريفرال سايتوسكيلتون بروتين محيطي حول الار بي سي هو الاسبكترين اللي هو الالفا والبيتا هيترودايمر. طيب الاتاشمنت بيثبت لنا مع الممبرين في حتتين, زي ما قلنا في حته هنا مع الانكارين وبان سيري, هنا في حته مع جلاكو فورينسي وبان بروتين 4.1. فاذا حصل اي اسوسيشن في واحده من ديل ممكن يدينا شنو في الاخير؟ لوز ممبرين, ويحصل لوس للممبرين في الاخير الخليه يكون عندها لو سيرفيس اريا, واللي هي شنو؟ بتبقى في الاخير سفيريكال شيب, تبقى سفيريكال شيب. ديفيشنسي ان اني اوف ذيس انتراكشنز causes weakening of contact between the lipid bilayer and the skeleton. زي ما قلنا هي lipid bilayer زي الخيمة, والسكيلتون الهيكل اللي قاعد تحت. As a result, area of the lipid bilayer which are not directly supported by the underlying skeleton are lost. الجزء من الممبرين اللي هو تحت ما في هيكل مثبته, ده هيحصل له loss, هيتقطع. يعني احنا بمثيله زي منزول يكون لابس لي جلابيه واسعه شديد وفي جزء طاير بالجنب ما سبورتد بجسم الزول لانه جزء واسع, ففي الاخير ممكن يشبك في اي حاجه والزول ماشي وينشرط عن صون. فهي نفس القصه هنا, اي جزء من الليبيد بايلير نوت سبورتد باي سايتوسكيلتون بروتين ويل بي لوست. معناها هيحصل شنو؟ هيحصل لوست للسيرفيس اريا, لكن جوه الهيموجلوبين كونتنت ثابت, بالتالي السيرفيس اريا قلت ان ريليتيف لشنو؟ للفوليوم. يعني الريشيو بين السيرفيس اريا والفوليوم حصل ليها شنو؟ حصل ليها انكريز. طيب the decrease in surface area of the red blood cells relative to the volume will result in spherocyte formation. شايفين هنا دي نورمال باي كونكيف شيب, شايفين جوه السيتوسكيلتون بروتين مين الاسبكترين هيترودايمر الالفا والبيتا, شايفين مثبت في البروتينز اللي هي ترانس, وجايه بعدها مثبته في الترانس ممبرينال بروتين المغزوزه في الممبرين دي بسموها ترانس ممبرين البروتين, زي شنو؟ زي بان 3. الاسبكترين عامل رباط وماسك في شنو؟ في الممبرين. هنا لو حصل اختلال, شايف هنا في ديفكت الثانيه, هنا في ديفكت في اي واحد من البروتين, خلى لي الاتاشمنت ده فيه مشكله, ده بخليه انه الممبرين يكون لوز, في الاخير ممكن يديني السفيرو سايتس. طيب بيحصل ديفيشنسي اور ديفكت في الاسبكترين اكتر واحد, او ليس كومونلي في الانكايرين, او ليس كومونلي في بان 3. ده ممكن يعمل شنو؟ يعمل انكوبلين اوف ليبيد بايلير فروم سايتوسكيلتون, في جزء من الليبيد بايلير ما بكون كابل, ما بكون مترافق معه شنو؟ سايتوسكيلتون بروتين. بيحصل لوس بعد ذاك اوف ريد سيل ممبرين ان ا فورم اوف مايكرو فيزيكلز. مايكرو بيطلع زي شنو؟ زي الحويصلات من الممبرين, لانه ما سبورتد باي سايتوسكيلتون. السيرفيس اريا ديفيسنت ويز فورميشن اوف سفيروسايت. السيرفيس اريا هتقل, هيتكون لنا خلايا كرويه او سفيروسايت. انترابمنت ان سبلين ديو تو بور الريسل ديفورمابيليتي. كويس, بيحصل بعد ذاك لانها هي سفيروسايت, لما تيجي تخش السبلين بتقوم بيحصل ليها شنو؟ بيحصل ليها انترابمنت في السبلين, لانها بتكون ما عندها القدره انها تكون شنو؟ فلكسيبل. طيب السبلينك كونديشننج ديو تو لو بي اتش, زي ما قلنا السبلين كونديشن فيري هارد كونديشن. ليه؟ لانه اول حاجه فيها لو جلوكوز, فيها اسيدك بي اتش اللي هو لو بي اتش,
كويس في كونتاكت مع المايكروفاجز. المايكروفاجز في كل الريتيكول اندوثيليوم سيستم بتكون شنو؟ بتكون اليرت قاعده منتظره حاجه اب نورمال. فانت ترافو لو جلوكوز مع لو بي اتش مع مايكروفاجز وهي اوريدي هي خلايا اصلا يعني ما بتقدر از نوت فلكسيبل, هيحصل لها انترابمنت وان ويل بي انجلف باي او البي فاجوسايتوز باي ذا مايكروفاجز, وده هيعمل لنا رسل دامج او اكسترا فاسكولار هيموليسيس ودل مين باثولوجي اوف ذا هيريديتري سيريسايتوز. ده بيحصل لنا ديستراكشن باي مايكروفاجز في السبلين. طيب ده الباثولوجي اللي بيحصل, وهنا شايفين عندنا هيريديتري سيريسايتوز از كوست باي زي ما قلنا ديفكت ايزر في السبكتين, اي واحد من الاتاتشمنت اللي قبل شفناه انتراكشن ده كويس, اللي هو ده برضو ثاني صوره للانتراكشن الحاصل. شايفين اللي بيحصل لنا اتاتشمنت مع الممبرين السيتوسكيلتون مع الممبرين. فالمشكله ممكن تكون في السبكتين في الانكارين في بان 3 في بروتين 4.1 في اي واحده من دول, فالخليه بتتحول لشنو؟ لسفيريكال سايد, بدل تكون باي كونكيف بتكون سفيريكال سايد. طيب السفيريكال سايد بتتكون كيف؟ زي ما قلنا بتتكون بانه يحصل بابن او بيحصل فيزيكلز حويصلات بتطلع من الممبرين وبيحصل لها لص. ليه؟ لانه ما سبورتد بسيتوسكيلتون بروتين. شايفين الخليه كانت باي كونكيف, بعد شويه حصل لص لجزء كبير من الممبرين فقلت السيرفيس اريا, وفي الاخير ادتنا شنو؟ ما سفيروسايت. والسفيروسايت لما جات في الماكرو في السبلينيك انفايرمنت ما قدرت تتحمل وما قدرت تكون فلكسيبل, فحصل لها انجلفمنت بالماكروفاجز. طيب ريسل ديستراكشن باي سبلين, ريسل ديستراكشن باي سبلين, وده زي ما قلنا ده المين بوينت في الباثوجينيسيس. طيب السفيروسايتس ار مور ريجيد, يعني شنو؟ ليس ديفورمابل زي النورمال سيل. ذيس نون ديفورمابيليتي بريفنت الباسج اوف سفيروسايت فروم ذا سبلينيك كورد انتو ذا سبلينيك ساينس, عشان تعبر الخلايا في الكورد وتجي للساينس وتمشي, واللي هي كلها فتحات بسموها سليت لايك نارو اوبننج, يعني سليت يعني زي المنور بس حاجه ضيقه, فهي ما هتقدر, فيحصل لها شنو؟ حصل لها تراب واوريدي الماكروفاجز قاعده مستنيه, فيحصل لها شنو؟ انجلفمنت. زي ار ريتيند ان سبلينيك كور فور انديلي لونج تايم, زي ما قلنا وهي ذاتها حتى اذا ما حصل لها انجلفمنت هي ما هتقدر تعبر, فهتقعد مور تايم انسايد السبلين, هتقعد هيحصل لها ريتين, هيحصل لها انحصار, هيحصل لها ركود في السبلينيك كورد, ما هتقدر تعبر. طيب السبلينيك كورد المشكله شنو؟ لو جلوكوز لو بي اتش, معناها شنو؟ ليس اي تي بي, معناها صوديوم بوتاسيوم بوب ما هتشتغل زي الناس, معناها الصوديوم انفلوكس الخشي للخليه ومع ووتر ما هتقدر الخليه توقفه, بالتالي الخليه ممكن يحصل لها ربشر لانه هي اوريدي سيروسايت اوريدي هي منتفخه. طيب ودي المشكله الاكشوال بتحصل في انسايد السبلين. طيب في ان ذا سبلينيك كورد الريد سيل انتركاونت انسيتبل انفايرمنت, بتلقى انفايرمنت فيري هارد ان فورم اوف شنو؟ لو جلوكوز راديوس بي اتش, ده كله بيعمل ليه شنو؟ متابوليك ديفريبيشن اوف ريد سيلز اكسنتويتد الممبرين لوس, ده كل ده بيعمل ليه شنو؟ بيعمل ليها كومبرومايز يعني للمتابوليك اكتيفيتي بتاعتها, فده كله بيخلي انه يحصل لوس مور لوس للممبرين في شكل بتاع فيزيكلز وانكريز في السفيريكال شيب بتاع الريد بلس سيلز. وزي ما قلنا ده ذاته برضو بساهم في انه الخليه تنتفخ. ليه؟ لانه في صوديوم انفلوكس, في صوديوم انفلوكس ما قادرين يوقفوه بشنو؟ بالصوديوم بوتاسيوم بام, صوديوم بوتاسيوم بام ما قادره تعمل ريموفال للصوديوم بالتالي للووتر. ليه؟ لانه اي تي بي ناقصه داخل السبلين لانه ما في جلوكوز ان في لو بي اتش. طيب some of the red cells may escape into the circulation, يعني في احداد بيجاي بتطلع في السيركيوليشن, بيظهروا لنا as dense micro spherocyte, يعني بنعمل لهم في البلوت فيلم بنشوفهم بنلقى الستيننج بتاعهم فيري ديب, عشان كده بنسميها dense micro spherocyte لانه سايز بتاعها صغير, وبنلقى عندها loss للسنترال بيلر الحته الباهته في النص بتتلاقي في كل الخلايا اللي بتمثل 1 over cert او cert of the red cell diameter, بنلقاها مف الحته الباهته اللي بتمثلها تلت حجم الخليه النورمال بنلقاها في النص, دي بنلقاها لص, بنلقاها كلها ديب ريد. وفي نفس اللحظه الخلايا دي هي صغيره لكن شنو؟ بتكون اسموتيكالي فراجايل, عندها هشاشه اسموزيه. طيب ما بتتحمل المحاليل شنو؟ الهايبوتونيك. Most of the spherocytes are however retained في الربل,
where they are destroyed by the macrophages. كلها بيحصل لها انحصار ما بتقدر تعبر, بتقول لها تقعد في الريد بلب وبيحصل لها destroyed by macrophages, وده بقى الدليل لاكسترا فاسكولار هيموليسيس. الريد سيلز ذات اسكيب اللي بتطلع دي ما حتيجي تلف بالسيركيوليشن, حتيجي رايعه ثاني للسبلين, ثاني بيحصل لها شنو؟ ريترابين باي ذا سبلين, بيحصل لها فاجوسايتوزيس. فهي كده كده هيحصل لها شنو؟ بيحصل شورتنينج للار بي سيز هاف لايف, بيحصل نقصان في عمر ال RBCs, لانه لو ما حصل لها تراب في المره الاولى حيحصل لها تراب في المره الثانيه, فهي مصيره هيحصل لها ديستركشن. عشان كده مرات في كثير هنشوف في موديلتي بتاعت مانجمنت انه يعمل سبلينكتومي عشان يقللوا عمليه الترابين او الهيموليسيس بتاع الريد بلس سيلز. طيب الكلينيكال فيتشرز نتوقع كلها كلينيكال فيتشر بتاعت شنو؟ بتاعت هيموليسيس بتاعت انيميا طبعا. ذا كلينيكال برزنتيشن از ماركلي هيتروجينيوس, في اختلاف. الماجوريتي اوف بيشنت بريزنت ان تشايلد هود بشنو؟ بمايل تو مودريت انيميا. الانيميا الحمد لله في الهيريديتري سبيروسايتوس ما بتكون سيفير, ما زي الناس الزلاصيمه, ما زي الناس السيكل سيل انيميا ممكن تحصل سيفير انيميا, لا هنا بتكون مودريت لانه الدستركشن زي ما قلنا يعني مايلد, في دستركشن لكن في برودكشن وكده. طيب بيكون في مودريت تو مايلد انيميا, بيكون في انترميديت جونديس go and retain, go and retain متقطع, مرات بيظهر ومرات يختفي جونديس. بيكون في انلارجمنت في السبلين, عارفين احنا الانلارجمنت في السبلين لانه زاد البريك داون اكتيفيتي للار بي سيز. طيب بعد ذلك بنلقى سم اذر ممبر اوف ذا فاميلي such as sibling or parent similar affected. لما نلقى زول زي ده لما نساله هيقول لك والله يا مثلا يا عندي ابويا, عندي امي, عندي اخويا اختي عنده نفس الحاجه, كويس, لانه هيريديتري بيكون في another member of the family is affected. وطبعا لانه هو اوتوسومال دومينانت معناه هو ورث الجين ده من ابوه او من امه, بالتالي يا ابوه يا امه مصاب, كويس, واحد من اخوانه ثاني ممكن يكون مصاب and so on. طيب in some patient clinical features are mild or entirely absent, في بعض الناس بيكون خفيفه او ما فيش كله كله. طيب الهيريديتري سبيروسايتوزيس may first be detected while investigating a patient who has gallstone or splenomegaly and minimum or no anemia. في ناس كتار الفيرست ديسكفري اوف ذا ديزيز بيكون لانه في شنو؟ لانه حصلت له حصاوي في المراره, جاوا ب رايت ابر كوادرن بين, الم في الجزء العلوي من البطن الايمن, كويس, في محل المراره, او اكتشفوا بانه عنده splenomegaly اثناء اكزامينيشن, اثناء حاجه لقوا الزول ده عنده splenomegaly. لكن الانيميا ممكن تكون مينيمم او تكون نو انيميا, يكون ويل كومبنسيتد هيموليسيس, في هيموليسيس لكن في برودكشن زي الهيموليسيس, فبالتالي الهيموجلوبين ما بينقص. طيب ان ستيل اذر بيرسون ذا اونلي ابنورماليتي از انكريزد ريد سيل اوزموتيك فراجيليتي, ساتش بيرسون كم تو اتنشن وين فاميلي ممبر اوف ذا افكتد بيشنت ار انفستيجيتد. زي ما قلنا في كثير من البيرسونز ممكن ما يكون عنده حاجه غير انه بس عنده زياده في الاسموزيه بتاعت الخلايا, ودي ذاتها بيكتشفوها تاني لما يكون في واحد تاني من عائلته يكتشفوا انه عنده سيروسايتوزيس, وهو جو يعني يفحصوا له كواحد من افراد العائله ده يشوفوا هل افكتد ولا لا, ويلقوا انه هو كان سليم, لكن لما يجي يعملوا له اسموتيك فراجيلي تيست يلقوا انه عنده هشاشه اسموزيه, بالتالي معناه عنده المرض لكن ما ظاهر عليه باي كلينيكال فيتشر. طيب رير اللي ممكن الهيريديتري سيروسايتوزيس تجي بسيفير هيموليتيك انيميا, وبالتالي يحتاج لشنو؟ لليجورا ترانزفيشن سبورت زيه زي ناس الزلاصيميا, في لكن دي رير بطبيعة الهيريديتري سبيروسايتوزيس, بطبيعتها بتشو بتكون مايل تو مودريت ديزيز او مايل تو مودريت انيميا. طيب هل بيحصل فيها كرايسيس؟ يس, احيانا بيحصل كرايسيس ابيسودز. سام تايمز ذا ستدي كورس اوف ذا هيريديتري سبيروسايتوزيس از بانكتويتد باي ابيسودز اوف اكزازيربيشن اوف انيميا اور كرايسيس. سام تايمز الكورس ما بكون ماشي سليم كده, لا بقوم شنو بيتخللوا نوبات او يعني حلقات بتاعت انيميك كرايسيس, نوبات بتاعت انيميا. طيب انواع النوبات دي شنو عندنا؟ بلاستيك كرايسيس لما زول يجيو بارفو فيروس فور اكزامبل اوريدي هو على المحك, عنده هيموليسيس, عنده ريجينريشن, عنده كومبنسيشن. طيب ميغالوبلاستيك كرايسيس لانه الهيموليسيس الكثير في الاخير ممكن يعمل لنا ديفيشنسي لفوليك اسيد او بي 12. هيموليتيك كرايسيس يقوم فجاه كده يحصل حاجه تزيد الهيموليسيس. طيب نشوف اي واحده. الايبلاستيك كرايسيس زي ما قلنا يحصل تمبرري
ما بكون دائم، حاجه مؤقته. ابليزيا اوف ذا اريثرويد بريكيرسر، الابليزيا بتكون شنو سبيسيفيك في الاريثرويد بريكيرسر في البومر، وده بيعمل لنا صدن ورسينج اوف انيميا، لانه نحن عارفين انه ال- ال- الانتاج يا دوب مغذي الاستهلاك، لانه في هاي ديستركشن اوف ار بي سيز، الانتاج عالي عشان يقدر يغطي التكسر ده عشان ما يحصل انيميا. فجاه اذا حصل ابلاستيك اوف ذا اريثرويد بريكيرسر معناه وقفت انتاج الريد بلس سيلز، هيحصل سيفير دروب اوف هيموجلوبين، وده بيحصل ليه نتيجه الاصابه بحاجه اسمها البارفو فيروس. بارفو فيروس بي 19 ده الاسترين اللي هو سيلكتيفلي انفكت الاريثروبلاست البريكيرسر بتاعت الريد بلس سيلز، وترانسيانت بيعمل ليه ترانسيانت شنو سبريس الاريثروبيوزيس. ترانسيانت فتره بتاعت ما بين اسبوعين لشهر بيكون الزول حصل له ريكفر، لكن الفتره دي في الزول النورمال ما بتاثر معاه لانه هيموجلوبينه نورمال وما عنده تكسر، لكن الار بي سي العمر بتاعه 120 يوم، لكن هنا الار بي سي العمر بتاعه فيري شورت وبيحتاج انه يكون بينتج طوالي، فطوالي حصل له دروب. وزي ما قلنا الانفكشن بالفيروس ده في الناس النورمال ما بيظهر الا باعراض هو العاديه، الفيفر تشيلز رعشه، ويظهر ببودي ايج الام في الجسم وفيش الراش، يظهر بشنو الراش في الوجه وكده. طيب زي ما قلنا في الناس النورمال ما حيأثر، لكن في الناس اللي بيكون عندهم كرونيك هيموليتيك انيميا حيأثر شديد كويس، وحيعمل لنا اجريفيت، بيحصل صدن اجريفيشن اوف ذا انيميا. بنلقاك بنعرفها كيف، بنلقى في ريتيكولوسايتوبينيا، معروف انه في الهيموليسيس مفروض يكون في هاي برودكشن اوف ريد سيلز، معناها في هاي ريتيكولوسايت كاونت، لكن هنا لما نعمل ريتيكولوسايت كاونت بنلقى في ريتيكولوسايتوبينيا، ديكريز ريتيكولوسايت كاونت. وإيريثروبلاستيميا لما نعاين للإيريثروبلاست اللي بالكيسه بتاعت الار بي سي بنلقاها برضه ديكريز. طيب طبعا التريتمنت في الايبلاستيك كرايسيس هو شنو؟ سبورتيف مينلي ترانزفيوجن عشان يعدي الايبلاستيك فيس، لازم تنقل له دم، تنقل له دم. طيب عندنا ثاني حاجه اسمها الميغالوبلاستيك كرايسيس، ودي زي ما قلنا نتيجه لشنو؟ للانكريس تيرن اوفر، في تكسر بتاع الار بي سي في انتاج، في تكسر في انتاج، فده بيحصل استهلاك للعناصر الاساسيه زي الفوليك اسيد والبي 12، ذات الفوليك اسيد فبقوم بدينا تغيرات ميغالوبلاستيك تشينج او اسمها ميغالوبلاستيك كرايسيس، اللي هي احنا عارفين انه الميغالوبلاستيك انيميا ذاتها بتترافق بشنو؟ بلو لو برودكشن لو ريتيكولوسايت كاونت، لانه في انفكتيف ريثروبايوزيس، هنا برضه ممكن يحصل نفس القصه دي. طيب الكرايسيس الاخيره اللي هي هيموليتيك كرايسيس، واللي هي بيحصل فيها اكزازربيشن اوف هيموليسيس، اللي هي هيموليتيك كرايسيس، وزي ما قلنا دي بكون لانه حصل انفكشن فجاه، والانفكشن بيخلي الماكروفاجز تكون هايبر اكتيف، بيحصل ليها هايبر بليزيا، فبتبدا لو كان زمان بتكسر مثلا بمعدل معين، في حاله الانفكشن حتكسر بثلاثه اضعاف المعدل اللي كان بتكسر فيه، بالتالي حيكون عندنا هيموليتيك كرايسيس بالذات خلال الانفكشن. برضه من الحاجات ممكن تظهر لنا عند العيان هي جول ستونز، حصاوي الصفراويه. Pigment gold stones are common in adolescents or young adult. في دائما اليونج ادلت او الادولسنس المراهقين، لانه الفتره من هو طفل كان بيحصل هيموليسيس، من هو طفل كان بيحصل هيموليسيس. هيموليسيس لما يحصل في الادولسنس 17 18 او يونج ادلت 20 بيبدا يحصل له شنو الام او الساينز بتاعت شنو انه في جول ستونز. برضه ممكن يكون عندهم ليك ألسر، كرونيك ليك ألسر زيها وزي بتاعت ناس شنو ناس السيكل سيل انيميا. طيب شايفين الزول بيكون عنده جونديس، دي العلامات الأساسية، بيكون عنده سبلينوميجالي، شايفين بيكون عنده جولي ستونز في الصفراوية، شايفين بتكون لونه بارك بلاك، الستونز زي ما بتاعت البايلوروبين بيكون لونه بارك بلاك تو جرين، بارك بلاك تو جرين، اليلو ديك بتاعت الكوليسترول لكن دارك يعني بلاك تو جرين، دي بتاعت البايلوروبين، ودي في الغالب بتكون من كرونيك هيموليسيس. شايفين في البروفيرال بلوب بنلقى شنو السنترال بيلر اختفت من الخلايا اللي هي اغلبيتها اسفيروسايتس، بنلقى في خلايا نورمال بسيطه. طيب اللاب دياجنوزيس بنعمل اكزامينشن للبروفيرال بلوب بيكتشر، وحنلقى شنو في ماني اسفيروسايتس، ولما نيجي للانديسيز حنلقى الام سي اتش سي از هاي. ليه؟ لانه المين كوربسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن بيمثل شنو؟ تركيز الهيموجلوبين في حجم معين، وتركيز الهيموجلوبين التركيز بتاع الهيموجلوبين في الاخير كان ثابت، لكن الحجم اللي بيمثله الممبرين قل لانه حصل كتله جزء من الممبرين، فبالتالي نقصان السيرفيس اريا قل لي شويه من الفوليوم، فبالتالي الام سي في الام سي اتش سي حيرتفع، لكن الام
CH هيكون نورمال لانه الهيموجلوبين ما حصل له لص، لكن الام سي في هينقص الخليه لانه زي ما قلنا جزء من الممبرين بتاعها نقص، فالفوليوم بتاعه والسايز بتاعه هيقل، فالام سي في بنقل له، لكن الام سي اتش نورمال، والام سي اتش سي ده كاركترستيك للام سي سي اتش سي بيكون هاي. الريتيكولوسايت بنلقى فيه هاي ريتيكولوسايتوزيس كويس، وبنلقى فيه سفيروسايتوزيس كتير، وبنيجي نلقى الخلايا السيروسايت كلها سمول ودارك ريد وعند لص السنترال بيلر الموجود عند النورمال ريد سيلز. طيب السيروسايت هاويفر السيروسايت طبعا لما نلقاها هي ما كونفايند بس على الهيرديتري سيروسايتوزيس، ممكن تتلاقي في حيات كثيره من ضمنها واشهرها الاميون هيموليتيك انيميا، لانه في الاميون هيموليتيك انيميا بيركب الانتي بودي بالذات النوت فيكسينال كومبلمنت زي الاي جي جي كويس، ولما نيجي مره بالسبلين بيقوم بيحصل بايض بيقرموا الحته اللي فيها الماسك فيها الانتي بودي، فالممبرين جزء منه بيحصل له لص والخليه بيحصل لها سيلينج بتتلحم ثاني بتبقى مايكروسفيروسايتس. مرات برضو في البيرن ممكن يحصل الموضوع ده. طيب برضو ممكن نعمل بالاضافه للبريفرال بلوت والسي بي سي كويس، بنعمل بومور اكزامينشن وحنشوف شنو الاريثرويد هايبربليزيا، واذا في اي بلاستيك كرايسيس حنشوف انه في نقصان في الاريثرويد سيريز، ولو في ميغالوبلاستيك كرايسيس برضو حنشوف انه في ميغالوبلاستيك تشينج في الاريثرويد سيريز. نجي للتستات المتخصص عندنا اوزماتيك فراجيليتي تيست وسكرينينج تيست بنعمله للدياجنوز اوف هيريديتري سيروسايتوزيس، وفي منه نوع زي ما قلنا هو كومنلي امبلويد في السكرينينج تيست فور هيريديتري سيروسايتوزيس. عندنا واحد من الاوزماتيك فراجيليتي بنعمل فيه انكيوبيشن بنسميه انكيوبيتد فاريانت، وده مور سنسيتيف ذان الانكيوبيتد تيست. This test determines susceptibility of red cells to hemolysis when they are suspect to osmotic stress. ده بورينا قابلية الخلايا إنه يحصل لها hemolysis لما نعرض عليها osmotic stress اللي هو hypotonic solution. طيب the red cells are suspended in decreased concentration of hypotonic saline، تراكيز مختلفة منقضة من الhypotonic saline. The amount of hemolysis is measured. والموتر انتر ذا ريد سيلز وين ذي ار بليست ان هايبوتونيك سيلاين سوليوشن، والمويه بتخش كل ما الخليه كانت اصلا سفيروسايتس دخول اي مويه في الاخير حينفخها وحيخليها شنو يحصل لها ربشر. طيب ديو تو زير باي كونكيف شيب نورمال ريد سيلز كان ريزيستنت هايبوتونيسيتي، نورمال سيلز بتتحمل الى حد معين بعد ذلك بيحصل هيموليسيس، لكن في الافكتد ريد سيلز الهيموليسيس هيبدا ايرليير، هيبدا من كونسنتريشن قبل كان النورمال سيلز هو بتتحمله، لكن دي ما حيتحملوا لانه هي اوريدي سيروسايتس. زي ما قلنا السيروسايتس هاف ديكريس سيرفيس تو فوليوم ريشيو اند ذيرفور زي ايبل زي ار ايبل تو ريزيستنت ليس سوالينج ذان نورمال، ما بتتحمل السوالينج زي النورمال سيلز فبتكون فراجايل بيحصل هيموليسيس كويس. وزي ما قلنا بعد ذاك بنعمل ريكوردينج للهيموليسيس ده للديجري بتاع الهيموليسيس وبنقدر بعد ذاك نقيسه. الاوزماتيك فراجيليتي تيست بنشوف شنو زي ما قلنا ميجر ذا ابيليتي اوف ريد سيلز تو تيك اب ووتر وين كيبت ان هايبوتونيك سوليوشن ديو تو ذير باي كونكيف شيب النورمال سيلز ار مور ووتر ان انكريز ذير فوليوم اب تو 70% بيفور بين لايسيس، الخليه النورمال بتقدر تزيد حجمها 70% ثاني حتى نحصل ليها هيموليسيس، لكن الاسفيروسايت لاني اوريدي هي خلاص على المحك منفوخه. owing to increased volume to surface area ratio spherocyte can take up relatively little water and can withstand very little increase in volume، ما بتقدر تتحمل زياده الحجم فبيحصل ليها ربشر. نورمال ريد سيلز زي ما قلنا بيجين تو هيموليسيس من المحلول يكون 0.5% سيلاين، وايل الاسفيروسايت الهيموليسيس بيحصل في تراكيز اعلى من الملح، تراكيز اعلى من شنو من 0.5%. برضو الاوزماتيك فراجيليتي از مور ماركت اف ريد سيل انكيوبيتد زي ما قلنا الانكيوبيتد فاريانت، نحن بنخلي التست يكون مور سنسيتيف لو قمنا عملنا انكيوبيشن للسيلز في 37 في الووتر باس لمده 24 ساعه حتى نجي عملنا التست، يعني نشيل البلوت مثلا نعمل واش ار بي سيز ونجيبه ونعمل انكيوبيشن في الووتر باس في 37 او ايفن في البلازما بتاعه ذاته مده 37 ل 24 اور، بعد ذاك نيجي نعمل التست وبنلقى انه الهيموليسيس حيكون زايد اكثر لانه حيكون الخلايا شنو اوريدي حصل لها اي تي بي ديبليشن والفوليوم بتاعها بكون انكريز. تيست از نوت دياجنوستيك فور هيريديتري سيروسايتوز، ليه؟ لانه بدي بوزيتيف مع اي انكريز في الفراجيليتي اللي هي بتيجي مع شنو؟ مع اي حاجه فيها سفيروسايتس، عشان كده الانتربريتيشن
of this test لازم يكون link مع clinical والأزر laboratory feature. ما براو خلاص positive نقول طيب لازم يكون مع الأعراض والحالات كلها الماشية مع الهيريديتري سيروسايتوس. شايفين هنا هنا الهيموليسيس في الزون النورمال بدأ بعد الـ 0.5 أقل من الـ 0.5 شايفين أقل من الـ 0.5 هنا اللي هو هنا عندنا 0.48 بدأ لكن هنا شو بدأ early بدأ من الـ 0.68 أو من الـ 0.7 بدأ الهيموليسيس من الـ 0.7 بدأ الهيموليسيس دي في السيروسايت لأنه already هي حاصل فيها يعني spherical. في تست ثاني اسمه اوتو هيموليسيس وده بنعمل انكيوبيشن للار بي سيز في 37 لمده 48 اور يومين وبنشوف الديجري بتاع السبونتينيوس هيموليسيس يعني نجيب تست نورمال ار بي سيز نورمال وار بي سيز بتاعت البيشن وقمنا نحطهم في الووتر باس لمده يومين 48 اورز ونجي نشوف الهيموليسيس الزول بتاع الهيريديتري سيروسايتوس هيحصل هيموليسيس اكتر لانه زي ما قلنا هيكون محتاج لطاقه اكثر عشان يقدر تمنتين الفوليوم وبالتالي الطاقه بعد يومين حتخلص وبالتالي حيحصل اوتو هيموليسيس فعشان كده التست اسمه اوتو هيموليسيس تست زي ما قلنا النورمال انه بنلقى النورمال هيموليسيس بنلقى اقل من 4% هيموليسيس بعد يومين واذا اضفنا جلوكوز بنلقى اقل من 0.5% كويس زي ما قلنا اذا في الناس النورمال الهيموليسيس بيكون اقل من 4% وإذا أضيفنا جلوكوز قدرت تستخدم الجلوكوز في الـ ATP في الصوديوم بوتاسيوم بوم الهيموليسيس بيكون أقل من 0.5 Red cells in hereditary spherocytosis الأبنورمالي زي ما قلنا بيرمابون صوديوم عشان كده دائرة الصوديوم بوتاسيوم بوم تكون شغالة عشان كده دائرة ATP عشان كده الجلوكوز شنو بيعمل لنا كوركشن لو لاحظنا هنا الجلوكوز شوية عدل لنا أو قلل المعدل الهيموليسيس ليه لأنه في الأخير الصوديوم بوتاسيوم هتشتغل هيحصل ريموفال للصوديوم بصورة كويسة طيب during in vitro incubation this cause rapid exhaustion of available red cells ATP and glucose by way of increase glycolysis في in vitro يوم نجيب ال RBCs ونخدها يومين أو 48 hours في الوتر باس هيكون حصل depletion للجلوكوز حصل depletion لل ATP بالتالي الصوديوم بوتاسيوم بوم ما هتكون شغالة كويس بالتالي هيحصل failure زي ما قلنا في الممبرين بوم ويحصل swelling للريد سيلز بالصوديوم والوتر وهيحصل hemolysis طيب thus during the 48 hours incubation period in this test a glucose exhaustion نفاذ الجلوكوز occurred due to increased utilization and auto hemolysis increase لكن شنو لو أضفنا جلوكوز هيعمل كوركشن ودي يا جماعة الحاجة اللي بتميز لنا الهيريديتري سيروسايتوزيز من الأزر هيريديتري نون سيروسايت هيموليتيك أنيميا يعني في الهيريديتري سيروسايتوزيز لما نضيف جلوكوز بيحصل أوتو كوركشن للهيموليسيس لكن في مثلا في البيروفيت كاينيس ما بيعمل شنو ما بيعمل كوركشن لأنه في البيروفيت كاينيس لما نجيب إن شاء الله في مشكلة أصلا في الامبادي مير هو باسوي الباسوي اللي احنا شنو بنعمل بيه شنو بنعمل بيه برودكشن للانرجي اصلا في مشكله في البرودكشن اوف انرجي فانت اضفت جلوكوز ولا ما اضفت جلوكوز ما بياثر لانه الخلايا اصلا ما قادره تموتابلايز الجلوكوز في البايروفيت كاينيز لكن هنا الميتابوليك سيستم از جود لكن هي بس زي ما بيقولوا خلايا معصوره الصوديوم خش عليها كتير والفوليوم بتاعها زايد فانت كل ما تضيف جلوكوز كل ما شغلت الصوديوم بوتاسيوم بوم كل ما عملت شنو اكسكروشن للسيلز هناك زي ما قلنا بيحصل فيل للكوركشن لكن هنا في السيروسايتس اذا ضفت جلوكوز للاوتو هيموليسيس تيست بيحصل كوركشن طيب عندنا ثاني اذر تيست زي الهايبرتونيك كرايو هيموليسيس تيست وده زي ما قلنا ده بيعتبر مور سبيسيفيك اكثر من الاوزموتيك فراجيليتي وفي التست ده بنشوف معدل الهيموليسيس البرسنتج بتاعت الهيموليسيس كويس لما ننقل الخلايا من 37 ل 0 ننقل الخلايا من الووتر باس كانت في 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 37 فجاه ننقلها ل 0 ونخليها 10 دقائق كويس فبنلقى انه الهيموليسيس بيكون زايد اكتر في حاله الهيريديتري سيروسايتوز وده زي ما قلنا مور سبيسيفيك اكتر من الاوزموتيك فراجيليتي فمثلا في الناس اللي عندهم هيريديتري سيروسايتوز بنلقى الكرايو هيموليسيس في الزيرو بيكون اكتر من 20% لكن في الناس النورمال ممكن يكون 3 لحد 15% ونفوت على 15% ممكن يكون 3% 4% 5% لكن هناك في الهيريديتري سيروسايتوز بيكون اكتر من 20% فده برضو يعتبر مور سبيسيفيك زان الاوزموتيك فراجيليتي اللي هو الهايبرتونيك كرايو هيموليسيس تيست
عندنا ثاني واحد اسمه يوزين 5 ميلاميد بايندينج تيست اللي هي فلوريسنت ستين. This is rabbit flow cytometric screening. بيسيب غير اسمه شنو EMA اللي هو يوزين 5 ميلاميد و بتقوم الصبغه دي بتعمل لنا بايندينج لبايندينج 3 كويس. وانت بتمرر الخلايا في الفلو سايتومتري, الفلو سايتومتري بيقوم بيقرا في ويف لينكس معين, بيقرا الخلايا اللي فيها الفلوريسنت بيقوم بيديك انه برسنتج كبير من الخلايا فيها الفلوريسنت. لكن لقوا انه في الناس اللي بيكون عندهم هيريديتري سفيروسايتوزيس فور سم ريزون البايندينج ما بيكون كومبليت او ما بيكون في جود بايندينج, فبالتالي الخلايا من تمر بيكون فيها نقص بتاع بايندينج للصبغه الفلوريسنت دي. فبالتالي الفلو سايتومتري اللي هو عامل زي البلاد كاونتر لما تمر فوق الخلايا هيلاحظ انه هيديك برسنتج بتاعه ديكريز في الفلوريسنت او في الضاي ده المعين, الضاي المعين ده. ف يعني بيكون ديكريز او بيكون دلاله عليه انه في هيريديتري سيريتايتوز, وهو مور اكيوريت لانه بتشوف عدد كميه كبيره بتاعت خلايا بتمر بالفلو سايتومتري. طيب نحن طبعا فور ديفينيت دياجنوستس ممكن نعمل جينيتك او ممكن نعمل ايدنتيفيكيشن للديفيسنت سايتوسكلتون بروتين اللي هو ممكن يكون شنو ب الكتروفوريسيس, زي بنستخدم حاجه اسمها صوديوم دوديسايل سلفيت بولي اكرامايد جل الكتروفوريسيس اللي هو صوديوم دوديسايل سلفيت اللي هو بولي اكرامايد جل الكتروفوريسيس. فبنعمل رننج للممبرين بروتين وبنلقى انه في واحد ناقص, وممكن نلقى ديفكت ديفيسنت في الاسبكترين في الانكارين في باند 3 في بروتين 4.1 في دي كلها. وهي زي ما قلنا حتى اغلب البروتينات دي زي 4.1 ودين التسميه بتاعتهم جات اصلا من الالكتروفوريتيك موبيليتي. زمان لما اول ما كان بيعملوا ايدنتيفيكيشن للبروتينات دي عملوا رننج في الالكتروفوريسيس, فقاموا سموها بعد ذاك باند مثلا باند 3 4.1 4.2 اكوردنجلي الرننج بتاعه. فنحن ممكن بالالكتروفوريسيس نقدر نعرف لو في بروتين حاصل فيه ديفيشنسي, ولكن مور سنسيتيف نحن ممكن نعمل دياجنوزيس للبروتين الناقص بالكوانتيتيف راديو اميونو اسي. فبتكون كوانتيتيف اميونو اسي دي زي ما قلنا بتكون مور سنسيتيف لانه انا بقدر بالضبط بقيس الكونسنتريشن بتاع البروتين اللي هو ممكن يكون فيه مشكله التركيز بتاعه بالراديو اميونو اسي. طيب الديفرنشال دياجنوزيس, طبعا الدياجنوز اوف هيريديتري سفيروسايتوزيس از يوزوالي ايزي ميد اون ذا بيزيس اوف شنو, نلقى مايل تو مودريت انيميا معاها سفيروسايتوزيس معاها سبيلوريميجالي معاها جونديس مع انكريس اوزموتيك فراجيليتي. الكومباين ديل كلهم ممكن نحن ناخد دياجنوز بتاع شنو هيريديتري سفيروسايتوزيس, لكن ما الاوزموتيك فراجيليتي براو بيقدر يشخص لنا ولا الجونديس براو ولا السبيروميجالي براو, لكن كومبايند اوف ذيس فايندينجز ممكن يدينا يعني فاينل دياجنوز بتاع هيريديتري سفيروسايتوزيس. طيب الايفيدنس اوف هيريديتري سفيروسايتوزيس طبعا بعد ذاك في شنو في الريليتيف, دي برضه مهمه انه لان احنا عارفين انه مينلي بتاع السبكترين بيكون اوتوسومال دومينانت, واوتوسومال دومينانت معناه لو فتشنا واحد من من الفيرست ديجري ريليتيف فازر مزر سيبلينج يعني الاخو او الاخت بنلقى في واحد افكتد. Sometimes anemia is mild or absent and the patient may first present with شنو بسبيلوريميجالي وجول ستون ومعاها ابلاستيك كرايسيس. في بعض الناس اول برزنتيشن له يجي المستشفى بيلقوا عنده سبيلوميجالي او جول ستون, يجي بحصاوي او يكون عنده اي بلاستيك كرايسيس, وفي الاخير يكتشف انه اصلا كان عنده كومبنسيتد هيموليسيس وما كان ظاهر عليه اعراض ولا ظاهر عليه حاجه. طيب الكلينيكال ايفالويشن اند اكزامينشن اوف بلود فيلم فور سفيروسايت ار نيسيسري فور كوريكت دياجنوز. طبعا بعد ذاك عشان يعمل لك جايد انت بتعمل اكزامينشن للبلود فيلم وتشوف السفيروسايت, بعد ذاك بتمشي في السايت بتاع شنو السفيروسايت مع الكلينيكال ساينس دي بتقدر تخط الدياجنوز. زي ما قلنا الدياجنوز بتاع الهيريديتري سفيروسايتوز اول حاجه البريزنتيشن في تشايلد هود لانه مرض وراثي ويز انيميا جونديس وسبيلوميجالي. بعد ذاك بوزيتيف فاميلي هيستوري لانه هو اوتوسومال دومينانت, يعني معناها في جين عابر في جي اي زول عنده الجين ده ونقل الجين ده معناها بيكون عنده ديزيز كويس, ويكون يا اما الديزيز بيكون عنده شكل جونديس او جول ستون او عنده هيستوري اوف سبيلونكتومي. طيب بنلقى فيه سفيروسايتوزيس في البلود سمير, بنلقى فيه انكريس في الروتوكيروسايت كاونت, بنلقى فيه هاي ام سي اتش سي ولو ام سي في, بنلقى فيه نيجاتيف دايركت انتي جلوبولين تيست. لما نعمل الدايركت كوم تيست بيكون نيجاتيف لانه السيروسايت دي ما اميون هيموليتيك انيميا.
كويس. لما نعمل سكرينين تيست زي مثلا الاوزموتيك فراجيليتي والكرايوبريسيبيتيت والاوتو الاوتو هيموليسيس والحاجات دي كويس, والاي ام بي اي ام اي بايندينج تيست, كلها بنلقاها بتدينا كلو على انه في ديفكت في الممبرين. طيب طبعا الكونفيرماتوري تيست ايزر جينيتيك اور بالالكتروفوريسيس اناليسيس, بنعمل الكتروفوريسيس وبنلقى في ديفيشنسي او في ديفكت في البروتين المعين. الدياجنوزيس داز نوت ريكوير زي ما قلنا سكرينينج اور كونفيرماتوري تيست اف اذر تيبيكال فيتشر ليستد ابوف ار بريزنت. اذا كان كل الفيتشرز عندي الدياجنوز ما بيحتاج لكونفيرميشن كويس, ما بيحتاج لكونفيرميشن في الفيرست ديجري موجود في جونديس في جول ستون في الحاجات دي, معناها الدياجنوز بيكون استابليشد. التريتمنت طبعا التريتمنت مينلي سبورتيف, لكن مرات بنحتاج في السيفير هيموليسيس نعمل سبلينكتومي عشان نقلل الحته او نعمل ريموفال للبليس اللي بيحصل فيه مين سايت اوف هيموليسيس ده الارسيس اللي هو السبلين. فشويه ما نشيل السبلين بنزيد الريد سيل سرفايفل, فبنحسن السيتويشن بتاعت الزول. لكن طبعا عملنا ريموفال للسبلين لازم الزول ده نعمل له شنو ايمونايزيشن بالذات اجينست النيموكوكل والمنينجوكوكل والنيموكوكل والهيموفيلس انفلونزي اللي هي شنو الانكابسوليتد بكتيريا, لان احنا عارفين الاميونيتي اجينست الانكابسوليتد بكتيريا بيجي من شنو بيجي من السبلين. فبالتالي انت تشيلدرن بالذات في تشايلد هود لو عملت لهم سبلينوكتومي لازم تعمل لهم فاكسينيشن اجينست الانكابسوليتد بكتيريا وتديهم بنسلين بروفايلاكتيك, تديهم جرعه بتاعت بنسلين ويغير بعدك. طبعا برضو زي ما قلنا سبورتيف ادمنستريشن للفوليت عشان ما يجينا ميغالوبلاستيك كرايسيس, و برضو الاذر فيتامينز النيدد في الفورميشن اوف ذا بلود برضو, لكن مينلي الفوليك اسيد. This is the end of this lecture. Please any question or comment contact me and I will reply immediately. Thank you for your listening.